سفينة وأضواء ومغارة وموسيقى وترانيم. إنه عيد الميلاد، العيد الذي ترتدي فيه الطرقات والساحات أبهى حللها لترحب بولادة الطفل يسوع. من الشمال إلى الجنوب زينة لا تفارق الأعين، يمنة ويسرى ألوان تضيء عتمة الطرقات، بلديات وبلدات تستعرض عضلاتها في منافسة بعنوان من الأحلى، وتجار يساهمون في تلك الزينة للفت النظر وجذب المواطنين والسياح في موسم السياحة الدينية. هذا حدث من الزينة بمعنى إنارة وكذا تمثل ترمز للمسيح ومجيء. نحن بعمشيت هالسنة هيدي عملناها نحن من صندوق البلدية، كلفت 30,000 دولار. كل سنة بالميلاد في عنا عائلات معوزة بعمشيت نوزع لهم مبلغ حتى يعيدوا فيه ونشارك كلنا سوا. الزينة هي مقسومة 3 أو 4 أقسام. في عنا زينة قديمة كانت موجودة بالسنين القبل وبتتراكم، نرجع منطلعها نعملها صيانة ومننزلها، وهيك منربح زينة بشوارع زيادة، هيدي كلفتها قليلة. عنا المغارة اللي شفتوها وراكم هيدي معود كلفنا بـ25,000 دولار. السنة صار في تعاون مع فوج الكشافة، فوج كشافة بيبلوس بجبال، وهن أخدوها عاتقهم نفذوها، يعني كانت كلفتها كمان أنجا بشوية مواد استعملوها. وهالشارع اللي شايفينه وبعد عنا فوق شارع على الآخر، هيدي استحدثنا له زينة وهذا اللي كلف أكتر شيء مصاري. بالرغم من هيك نحن مثل ما شايفين يعني اتجهنا للمؤسسات التجارية بقلب المدينة تساعدنا. بخلال السنة كلها عطول في مساعدات لأشخاص محتاجين بطريقة يعني مش سرية على الآخر، بس إنه بطريقة محترمة للشخص وللبلدية. وإذا كانت الزينة والبهرجة والموسيقى تخلق جواً من البهجة وترسم البسمة على الوجوه، فمن الواجب ألا ينسينا صخب المظاهر والأضواء أن الأهم في روح العيد يبقى الالتفات للمحتاجين والعائلات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة في زمن مجيء رمز العطاء والمحبة يسوع المسيح.